بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بداية أشكر الإخوان اللي لاحظوا ديالهم اليوم معنا هنا، وأود أن أشكر الصحافة الحرة كنصدر ثلاثة ديال الخطب الحمراء على الحرة اللي كتعطينا الخبر بعين الحقيقة في ظل هاد التعتيمات اللي كتعرض لها الحكومة الآن. إخواني، بغيت نبدأ المداخلة ديالي بقول الشاعر: إن كان رب البيت بالدفء ناقرا فشيمة أهل الدار كلهم يرقصوا. إخواني ديالي، أنا ما فهمتش أنايا واحد القيادي كندير قوسين على القيادي في حركة 20 فبراير. صراحة أنا أتساءل في صمت: من أنت؟ وعجبا من هذا الزمن، واش انت البارح كنت كتهضر باسم الاتحاد الاشتراكي وكتضرب في البار، واليوم انت في البار تسب وتشتم العداله الرقميه. صراحه كنا نعلم ان واحد الحزب يعني عارفين كيفاش دور وكيفاش بدا وكيفاش بدا الاجواء بين قوسين فاسده. يعني معظم يعني الاعضاء ديالو كانوا يعني تخلاو وخانوا الاحزاب ديالهم الام، ويعني كيفاش انت غادي تستنى من واحد الشخص خان الحزب ديالو انه ما يدخلش المغاربه؟ انا هاد النقطه حاجه اخرى خاصك تعلم الاعضاء. شكرا.